إذن أهلا وسهلا، عدنا لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام والكريمات في هذه الليلة السعيدة التي نتمنى أن تكون طالع خير ويمن وبركة على الشعب التونسي وعلى كل المستمعين في شتى أرجاء الوطن العربي وعلى أخواننا في غزة، كما كنا في بداية هذه الحصة تمنينا لهم النصر والفوز على العدو الصهيوني الغاشم، ونحن نذكر بذلك في كل فاصل ونتمنى لهم السداد والنجاة يا أرحم الراحمين. إذن في هذه الفقرة المميزة حبينا نشارككم فرحتنا وحبينا نفرح في هذه الليلة المميزة بتميز ضيوفها، وحبينا نستقبل بكل حب وبكل فرحة وبكل نور قام من قامات الإعلام في تونس ومثل يحتذى به في التسيير وفي البرمجة وفي التقديم وفي العمل وفي الضمير المهني. عنا ضيفة اليوم بصراحة كرمتنا برشا بحضورها وحبيت تشارك معكم فرحتكم في هذه الليلة الكريمة. ضيفتنا هي الأستاذة كوثر العلاقي البنباجي الإعلامية الكبيرة. أهلا وسهلا مدام كوثر، مرحبا بك. مرحبا بك سفيان، وتحية كبيرة برشا خليك. وشكرا على كل هذا المدح اللي بصراحة أخجلتني. لا والله بالعكس، والله جزء مما يمكن أن يقال في حضرتك إن شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة على الاستضافة وشكرا ليك، وتحية لكل سادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الآن على حياة أفهام. قل لهم إن شاء الله سنة جديدة مليئة بالأفراح بالمسرات، إن شاء الله نودعوا السنة هذه بكل لحظات سيئة وكل اللحظات اللي مرت، كل التفاصيل اللي وجعتنا قلوبنا وخاصة أخواننا في فلسطين. وإن شاء الله السنة هذه نحلوها برشا حب ومودة وتفاؤل وأمل، وأتمنى لكم عام جديد مملوء بالسلام والسعادة والصحة والعافية. محلى صوتكم ومحلى طلتكم ومحلى حضورك مدام كوثر، وأنت بالطبع القامة الإعلامية التونسية التي نعتز بها من القيروان، ونحن نحب دائما كما تعرف إذاعتنا هي إذاعة جمعياتية تعمل عن قرب. يعني شنو معنى عن قرب؟ يعني تقريب المواطن التونسي القيرواني ابن القيروان الذي يحتفى ويحتذى به في الكثير من المحافل. ولعلي عن سبيل على سبيل الذكر ولا الحصر أذكر الفنان اللي استضفناه وهو الزين الحداد اللي شرفنا. تحية كبيرة برشا. نعم، إن شاء العام مبروك. إن شاء العام مبروك. وتحية أيضا للفنان البشير السالمي الملحن الكبير الذي كان ضيفنا أيضا، قام من قامات الموسيقى في تونس، والعازف الكبير رياض عبدالله أيضا الذي تشرفنا بوجوده معنا، والكثير من القامات الفنية. وأيضا تحية كبيرة لخوي وصديقي حسين المقدادي الذي كنت تواصلت معه ويسلم علينا ويسلم على كل متابعينا، إلا أنه هذه الأيام ما شاء الله من إذاعة الإذاعة من تلفزة بعد الشيء اللي عمله بعد الشيء اللي عمله إنجاز كبير يعطيه الصحة بصراحة. صحيح. فخر لمدينة القيروان وتونس، ونحييه من هذا المنبر. وكان منذ أسبوع تقريبا تم تكريمه في وزارة الثقافة من طرف الوزيرة سيدة حياة القرمازي قطاد، وأيضا من طرف سفير فلسطيني في مدينة الثقافة منذ أسبوع. تحياتنا ليه ولكل مبدع قيرواني. سيدتي الكريمة وأنت المبدعة القيروانية، مع الأسف هم الكثير من الناس المستمعين والمستمعات اللي ما يعرفوش كوثر العلاقي البنباجي، نحب نعرف تقديم بسيط من عندك أنت. أنا نحب نقول لك راني قليلة الظهور، ما نحبش نحضر. صحيح. بالحق رغم تجيني دعوات. دعوات، لكن أنا قليلة الظهور ونحب نخدم ديما في الخفاء في صمت. لكن وقت كلمتني أنت بصراحة ما نجمش الرد ربي يفضلك. ابن القيروان ربي يفضلك، ومدينتي العزيزة واللي أنا قيروانية الأصل أكيد أب عن جد. نعم. أنت أنا حفيدة عقبة بن نافع. أيوة. بنت حمت الجامع. نعم. من عائلة قيروانية علاقي عريقة. بابا أكيد. الله يرحمه محمد هادي العلاقي أكيد. وشكون ما يعرفش يعمل هادي. أي، وبابا زادة راهو إنسان مثقف فنان. نعم. من أول الناس اللي خدمت المسرح وقت مع سي بوغميزة. نعم. سي نخلي في أواخر الخمسينات. نعم. بعد تخلى الراشدية ما شاء الله. أي، مع سي صالح المهدي. أي.
بون ما كملش بعد ما عمل العائلة والكل ما تعرف قبل في الستينات وفي الوقت هذاك ما كانش برشا ناس تحب الوالد الوالد سي الهادي العلاقي ما شاء الله. على بابا أيه. واللي هو بالحق قدوتي في الحياة واللي هو نجم نقول لك سفيان أنا بالنسبة لي لي بابا ما نعرفش إنسان روحي مش بابا أنا نعم. وياه علاقة مش أب بنته نعم. بالعكس كنا أصحاب كنا وأثر فيا وفاة والله يرحمه هو يرحمك يا سيدي الهادي سيدي الهادي علاش باش تبكيني لا ما نبكيكش هذيك الله يرحمه وينعمه الله يخليك سفيان هو إن شاء الله لويجهم فيه يعمل يغلق العميل خلى بلاصتو أنا راس العام خلى بلاصتو لا 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 على كل حال بابا عنده صوت مزيان قلت لك كان مسرحي كان يكتب الشعر وزين الحداد يعرف كان يجي وياخو من عنده معناتها اي معناتها بابا مثقف مثقف فنان متكامل بعد مشى في الانشاد الديني كيف وكيما عمي حمده عمي الكبير اللي كان فنان كبير وكان صديق سيسات قطرية نعم كان يعزف على العود وكان يغني وكيف كيف هو اللي خاطر هو الكبير هو اللي هز بابا للرشيديه كان صاحب سي صالح المهدي نعم وبعد كيف كيف اتجه للإنشاد الديني وهما الكلهم يبدأوا خاصة بابا وعمي يبدأوا في الحياة الثقافية والفنية ويكملوا في القرآن وجمع البيت والتكة ما جدي ونحن عندنا جمع سيدي بن مسكينة اللي هو جد معناتها جمع عزيزي وهذيك حياتنا نحن حياتنا ثقافية فنية دينية متكاملة في إطار التسامح الديني يعني الثقافي أنا من دخلت طول هكا أنا كوثر زوجي اللي هو الأستاذ حسن البنباجي هو أستاذي حسن البنباجي وهل يخفى القمر المثقف وكان مندوب ثقافة شد مندوب ثقافة شد انسبكتور برنسيبال في وزارة الثقافة بعد هو أصله أستاذ رجع للدومين تاع التعليم وشد الإدارات الجهوية وهنا باش نقول لك أنا هو قدوتي هو اللي بصراحة فضله كبير عليا وانتي تعرف انه ابن شرف وقت مشيته للمغرب شكون مؤسس جمعية ابن شرف التو موجودة موجودة اللي هو اساسها الاستاذ حسن البنباجي نعم وكنت انا معاه ومشينا انتقلنا للمغرب عام 92 في فاس في فاس عملنا حفلات تو ما كانت بين ام البنين ومعهد ابنه رشيق نعم بالضبط اي والله هذا يعني ذكريات عندها برشا اي طبعا وهو اصل منقوله سي حسن البنباجي واللي يعرفوه برشا ناس بمنصف خليني نقول منصف هو حسن الاسم الاداري خليني نقول لكن الاسم العائلي هو كيقول له انسان منصف يقول كذا قريبي احسن دونك اداري عنده حس ثقافي وشاعر كان يشعر بالفرنسي تو هانو يكتب عاد ليه ولا يحضر ان شاء الله في مجموعه نتاعو باش يخرجها وكما قلت لك هو اللي حطني على الطريق هذا وكان هو المعلم هو الأستاذ هو القدوة بصراحة أنا عرس صغيرة عندي معناتها ما كملت الباك بعد دخلت دي فورماسيون في تونس وخارج تونس بعد ما مشينا للكيف أنا عملت أنا مسميني ابن بطوطة القيروان ما شاء الله قلت علاش وعام 93 94 تقريب هو مشينا للكيف كمدير جهوي مساعد به مشيت انا معاه وقتها بديت الانفورماتيك والكل دخلت كملت عملت فورماسيون في الانفورماتيك وجيت وقتها حلت اذاعه الكيف وقت حلت اذاعه الكيف عاملين يحبوا على مذيعة ربط فهمت قدمت اختبار صوتي وكل تقبل في اذاعه الكيف اذاعه الكيف هذه البدايه نتاعي هي تتبع مؤسسه الاذاعه الوطني ايه هما هو وقتها اول ما بدات الاذاعه الوطنيه اذاعه صفاقس اذاعه المنستير نعم بعد جات الارتسي بعد عملوا في 7 نوفمبر اللي هما اذاعه الكيف تطوين اذاعه قفصه واذاعه تطوين واذاعه نعم. الشباب نعم بالضبط دخلت الكيف كمذيعه ربط نعم بعد نحو مذيعه الربط وليت كتبت انتاج ايوه سكرتير دو برودكسيون ايوه مقدمت برامج باه جميل كملنا بون باش نقول لك بعد على برامج اللي تقريبا مازالوا في مخي شويه من الكيف جاتوا النقله لناب تحولت معاه وين مش نمشي وين مشي لتونس بالطبع لتونس انا خدمت وقتها مع سي حبيب حريص في الاداره العامه مع البي دي جي فهمت سكرتير تاع البي دي جي لكن عندي قراءات شعريه وقتها نهبط نقراهم في الوطني سجلهم في عسيرة وفي عيش نسجل بصوت أي. بعد
قعدنا تقريبا عامين وهو في نابل، مشى للمهدية، من المهدية مشيت انا للمسير، اذاعة المسير اقرب شيء. فوالا اقرب، عملت 5 سنين في المسير. باه بعد المسير حاولت تطوي. هو علاش تقول لي انت هكا؟ خاطر هو ديما يقول لهم مش يعطيوه وقتها، هو مدير مساعد كي يعطيوه الترقية نتاعو كمدير جهوي يقول لهم اذا كان بلاصه فيها اذاعه ولا قريبه الاذاعه سينو خليوني. اي مره هو هكا على سبيل المزح ما نعرفش يحكي مع مدير ديوان، قال له يا سيدي بعثوني ان شاء الله حتى لتطوي، المهم مش تكون فما اذاعه، فما اذاعه باش كوثر تكون طاقه نتاعو. جاتنا نقله لتطوي، مشينا لتطوي. بون ما قعدش برشا، ولو انه بصراحه تحيه لاهالي الجنوب. أيه. الناس رو اللي ما يعرفش تونس وما يعرفش ماليها بالحق ما يحكيش. أيوة. انا من الناس اللي صحيح المسيره نتاعي كانت طويله، كانت فيها شويه تعب، لكن كانت مسيره ما فيهاش روتين. ما فيهاش روتين، ديما فيها تجديد. كل مره حياتي ما فقتش بها. هذاك علاش شخت عليها وفرحانه بها. تحس فرحانه بها. اكيد اكيد. من التطاوين قعدنا عامين مشينا لقفصة، ضربنا 6 سنين في قفصة وفيها إذاعة قفصة. فيها إذاعة قفصة، ما قلت هذوك مالكيف قفصة تطوي. أي فوالا. من قفصة مشينا لبنزرت، وقتها مدير جهوي، هو من تطاوين كل مدير جهوي للتعليم في بنزرت، رجعت لتونس بعد وقعتك الثورة والكل. رجعت أنا وقتها قلت له نحب نستقر في المسير. أقرب شيء القيروان. البلاد. البلاد. فوالا. مشيت المسير. ما نعرفش كان عندك ما تسأل، تحب نكمل معاك ولا تحب تسألني؟ لا نكملوا في المسيرة حد المسيرة اللي هي الحد اللي وصلنا حد هنا وكملت تو في المسير. من جملة عملت برامج، نخدم تو معناتها مقدمة برامج، عملت أول ما بديت برنامج من إنتاج سي حسن البنباش اللي هو أساطير وعلوم، وكان برنامج قوي برشا، جبنا فيه وقتها جواد الشكرجي يعمل قراءات وبصوته. كانت عندي قنديل البيت، كان عندي استراحة الظهيرة، تصنيفة خفيفة، شهية رمضان، هذوك ما تقريبا في كل الإذاعة. التصور اللي لهذه البرامج تصورها شكون يتصور وشكون يحط وشكون يقدموا انت تقدم تصور، تقدم الفكرة، تقدم تصور كونديكتور تعطي تصور نتاعك للإدارة وهي تشوف كان موجود منه والا كان فيه تعديل تكرار ولا كذا. فيه تعديل تقول لك مثلا هذا لا هذا اي عجبها. انا نتفكر خدمت في قفصه برنامج مع الجمعيات. وقتها كانت جمعيه الامهات العازبات، كان جمعيه بيتي. معناتها موضوع مسكوت عنه، الامهات العازبات بالضبط. عام 2007 و2008 خدمت وقتها عليه وعمل ضجة كبيرة وقتها بالنسبة ليهم، كيفاش تحكي على فئة من المجتمع واللي هما منبوذة اللي هي معناها ايه مسكوت عنها. خدمت قعدت 5 سنين نخدم فيه، خدمت على الفن، غنيت في البيت، استضفت العديد من الفنانين منهم لطفي بوشناق، منهم عبد الله الحناشي، خدمت كنوز فنية في تطاوين وكان عندي تسجيل والله ان شاء الله مرة نبعثهم لك. لكن انا فما برنامج شد انتباهي برشا، هذا اللي باش نحكي لك صراحة، اللي هو صيدلية العشاء. بالحق والله من قبل صيدلية العشاء اللي هو راهو رائع جدا من رحم الطبيعة، وانا خدمت بارتي صغيرة في قفصة، لكن توا عنده 12 سنة في إذاعة المسير وعنده مستمعية، وبالحق البرنامج هذاك بالنسبة لي ولا كينو ابني. بالحق ولاحظت حتى المستمعين ما يوصلوش باش يتصلوا بكم، ما ينجموش يجيهم الدور ويكلموك. مش ما ينجموش برك، انا كي نبدا في الدار التليفونات خاصة نهار الأربعاء والخميس ما يركحش التليفون. شيء بالحق. صحيح أنا مانيش في الدومين نتاع الطب. لكن ولي تعرف أنت قبل الجواب مرة تجاوب أنت. إيفيكتيفمون بالخبرة وزاد من لي فورماسيون اللي عملتهم والكل وليت نجم نقول أني مش ما عندي، خاطر تعرف الطب البديل ما بقاش العلاج الطبيعي معناتها وميدان ثانوي. لا بالعكس. بالعكس هو توا في قلب العلاج المعاصر. والصيدليات ولا تجيب اللي برودوي هذوما وتجيبهم بشكل كبير يعني. لكن الصيدليات هك قلت. فوالا. خاطر المزاول للعلاج هذا يلزم يكون على دراية تامة بأهم المعايير المهنية. مش أي كان أنا نشوفه في الإنترنت وتو بنحكي بعد كان عندنا وقت أنه برشا معناتها يبداوا يحطوا في وصفات والكل. ما عندهاش أساس من الصح. خاطر توا لا يتقرأ. أيه. الطب العشاب ما عادش نقولوا الطب البديل، الطب الموازي. أيه. ولا يتقرا في الصيدليه
في كلية الصيدلة بالمنستير. اها مادة. وانا معايا مشكور الدكتور عادل الهرقلي، صيدلاني والباحث في مجال الاعشاب الطبية، عنده توا معايا 13 سنة، والدكتورة صبرية بن عرف فريح اللي هي طبيبة مختصة في التداوي بالاعشاب الطبية. ما شاء الله، يعني مادة تدرس في كلية الطب والصيدلة. انا عندي مستمعين حتى من خارج من خارج تونس، كيما من الجزائر، كيما من ليبيا. بالحق ما سوى انت معناتها لبرنامج كبير نتيجة. برشا برنامج كبير برشا بصراحه، وبرشا ناس عارفين من خلال لا بالحق استوى خليني المذيعين واللي يتكلموا ياسر ياسر شغله مش هو، قالوا شو مهنتك؟ قالوا بيع لك اليوم يعني تحف ما شاء الله وما نقفوش بحول الله. طيب انا حبيت نخرج عن الاسئله الكلاسيكيه. أيه. انه أيه. اول شيء عرفنا المستمعين بسيادتك، نحب فما حاجه مهمه جدا وهي تأثير الانترنت والمولتي ميديا في المشهد الإعلامي التونسي والوطني والعالمي. كما تعرف تو كما كنت تحدثت أنا وياك أنه الحرب الآنية حرب إعلامية، والمتفوق هو المتفوق إعلاميا. أيه. وتشوف يعني هذين المسوه والعالم ولا قرية صغيرة ولا قرية صغيرة. شنو رأيك أنت في يعني هذه والله إيش باش نقول لك بالنسبة للإعلام؟ معناتها نعرفوا نحن الإعلام إلى جانب دوره الإخباري والميداني التوعوي عنده دور تثقيفي، وعلاقة الثقافة بالإعلام علاقة جدلية فيها أخذ وعطاء. صحيح. نعرف أنه تلعب بالشبكة العنكبوتية ولا الملتي ميديا دور مركزي في الثقافة والإعلام، وذي ما نكرهوش. عندك الفيسبوك، الانستغرام، التيك توك، هذي ولينا الناس الكل. ولكن بالنسبة لي أني الفضاء الثقافي والإعلامي المصدر الوحيد متاعه كان قبل الإذاعة الجرائد المكتوبة، هذي هو. لكن توا وليت صحيات جات الانترنت وجات الملتي ميديا، ولينا ما عادش نسمعوا الاخبار مثلا عن طريق وكاله الانباء. صحيح. نقاو يجينا الخبر كما شفنا في الحرب العدوانيه اللي وقعت على غزه، ما نستناوش الاخبار حتى تقول لنا حل البورتابل نتاعك تلقى كل شيء. تلقى كل شيء. صحيح انه هنا الواحد يلزم يكون معناتها يصفي. فهمت. كل شيء صحيح، انت تعرف. صحيح. هذا مع فما زاد الابتذال في الوسائل هذه، وهنا يجي دور المتلقي وقدرته على التمييز بين الغث والسمين. صحيح. هكا ولا والله. بصراحة نشوف أنه هي صحيح عملت المزياء ومازال الذكاء الاصطناعي جاينا، أما لكن الانترنت بقدر ما وصلت المعلومه وكما قلت لك خليت العالم قريه صغيره، والخصائص الثقافيه للشعوب ما عادش موجوده، ولات ثقافه واحده. نعم. ولات لون واحد، طعم واحد. بالضبط. ما عادش كل حد عنده خصوصيته. لكن فما ناس ظلمت. صحيح. نقف عند الخصوصيات هذه. أيه. حبيت ننطلق من هذه الفكره. وكوثر البنباجي معروفه كوثر العلاقي اللي هي بحبها للقيروان، واش خليك انت يعني في الفتره الاخيره حبيت تخدم في اذاعه المنستير على اساس تقرب قربك من القيروان. أيه. فما شكون عدلنا هكا بعض الصور الحلوه على كوثر كيفاش بالحايك القيرواني وباللباس القيرواني وكل شيء، نحب نوريوهم عن الساده المتابعين والمشاهدين في هذه الليله، ليله راس السنه. نشوفوا كما تشوفوا كوثر ما شاء الله هي تحب برشا القيروان ولباسها التقليدي، والحقك هو يعني حاجة مميزة للباسنا التقليدي في القيروان، موروثنا وثقافتنا. نعم. شو رأيك في الصور هذوما اللي اختفناهم؟ أيوة. باش نشوفوا زاد اللي بعدهم. كثير من هي بالحايف القيرواني، لكن هنا بلاشي نحن نقولوا الغمبوز. الغمبوز أو الغمبوز، لكن فما الصورة بالغمبوز، وهذا كان نحن المرأة القيروانية. نعم. عندها ميزة جمال عيونها. أي صحيح. وكانت باش تبرز جمالها تعمل الغمبوز هذاك اللي يخلي كان العينين تركز كان العينين. أي. ما شاء الله. هذه حتى لباس تقليدي، لباس بتاع اللي كملنا شويه هكا فوالا في تونس وخارج تونس، في القيروان وخارج القيروان. بالطبع هي مصافحه يعني قصيره لغالب، حلوه برشا. نحن رانا نتمناو تقعد معنا ساعه وساعتين. والله اما نعرف ظروف، نعرف وانا نعرف زاد الظروف. نعرف. وانت جيت في هذه الليله الحلوه باش تعايد على العائله. ان شاء الله تكون سنه سعيده كما قلت في البدايه، وان شاء الله يا ربي تمشي فيها كل الاحزان. أمين. وان شاء الله خاصه على الشعب الفلسطيني، بصراحه شيء يوجع القلب. نقول اللهم اجعله عام لا يضيق لنا في صدر. أمين. ولا يخيب لنا في امر. أمين.
أمين. ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى وكل عام وأنتم بألف خير. يعطيك الصحة وربي فضلك، وهذه استضافة تشرفنا بها برشا يعيشك. وفي نفس الوقت حبينا تكون مصافحة خفيفة عليك مش ما نطولوش عليك يعيشك، ولكن في نفس الوقت أيضا نتمنى أنك توعدنا باش وين تجي القروان تعمل علينا طلة إن شاء الله، وهذه يعني مصافحة ما فيها حتى شيء. أنا تقريبا مقيمة في القروان، أنا تقريبا شطر مستير وشطر القروان، ما نجمش نبعد على القروان لأن لا عائلتي معناتها تقاني شطر جمعتي معناتها في الويكاند ديما تقاني في القروان. وعلى كل حال انا تشرفت برشا بوجودك، يفضلك وبوجود الساده زملائنا التقنيين. تحيه لخويا سيف الدين بولعريس في الاخراج التقني او في الاخراج الرقمي، خويا سيف الدين ولا في الاخراج التقني خويا احمد ايضا يعطيه الصحه وربي يفضله. وان شاء الله هذوما الشباب المستقبل. ايوه هما اللي عليهم العمل، باش نعملوا عليهم هما مش نسلموا المشعل عليهم هما. طبعا طبعا اكيد، ومنارك من هكا في القروان ماذا بينا نستحفظوا عليها، وماذا بينا تكونوا انتم في مستوى كلمة القيروان أو مدينة القيروان. وهذه بصراحة تحية كبيرة برشا ليك والمؤسس القناة والجماعة الكل، يعطيك الصحة. والقيروان راي معروفة في بعض الأوساط في الخارج أكثر من العديد من العواصم والعديد من البلدان. أيه. ونحكي لك نختمه بهذه الملحة صغيرة والطرفة. مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ركبت في تاكسي. قال لي أنت منين؟ هو سائق آسيوي. قلت له أنا من تونس. قال لي ها، قلت له تونيزيا، I am from تونيزيا. قال لي إندونيسيا. قلت له لا تونيزيا. قال لي وين هذه جات؟ قلت له يو نو كيروان كيرو. قال لي عرفها بالقيروان. والله عرفت تونس بالقيروان لإنسان ما يعني باش تعرف قيمة القيروان. نعم قال لي قيروان معروف. نحن راهو صحيح نعرفوا قيمتها أما مش كما يعرفوها خارج الأرض الوطن. صحيح صراحة. صحيح. ربي يحفظ بلادنا. أمين. وربي يخليك. وربي يفضلك. إن شاء الله. وربي يطول عمرك. والله نورتنا برشا. يعيش. وكانت يعني فقرة صغيرة لكنها حلوة برشا وممتعة برشا. وربي يفضلك مدام كوثر، وربي يفرحك ويعطيك طول العمر. يعيشك. إذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا نخرج مع هذا الفاصل الغنائي ثم نعود لكم في باقي فقرات هذه السهرة، فابقوا معنا.